مروان انا خايفه وقلقانه قوي. ما اقول لك على حاجه، ما تدخل انت تحضر وبعد كده تحكي لي ايه اللي حصل. هقول الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زينب. امك لازم تشوفك، وبعدين مرات عمي مش هتبقى مطمنه غير وانت موجوده. دون انا حاجه ثانيه، انا مش عاوزاها تشوفني وانا قلقانه كده. ادعي لها، كل اللي نقدر عليه دلوقتي ان احنا ندعي لها، نطلب من ربنا ان هو يستجيب لدعائنا. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا زينب. قول يا حبيبي. ربنا هو الحكم العدل، بحط كل واحد في مكانه الصح، مفيش في يدينا حاجه دلوقتي غير ان احنا نرضى بحكمه. ونعم بالله، بس انا قلقانه على ماما قوي. القلق ملوش فايده دلوقتي يا زينب. انا كلمت عزة امبارح وهو طمني وقال لي ان كل حاجه هتبقى زي ما احنا عايزين واكتر كمان. بس الشهاده قالت غير كده. شهاده محاميه شاطره وفاهمه كل حاجه، بس عزة خبره وانا مصدقه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل. مروان انا عارف ان انت بتقولي كده عشان شايفني قلقان، بس حاسه ان انت مخبي عليا حاجه. انا بعرفك من عينيك عشان خاطري، لو عزة قالك اي حاجه متخبيش عليا. اخبي عليك ايه بس يا زينب؟ انا عاوزك تبقي مطمنه، وانا متاكد ان ربنا هيقف معانا عشان خاطرك انت بس يا زينب. ايوه كده، اضحكي، كل حاجه هتبقى خير ان شاء الله. يا رب استرها، يا رب استرها، استرها وقف معانا. اهدي يا عمتي، مش كده؟ اهدى ايه بس يا حسن، انا قلبي هيقف. سلامه قلبك يا عمتي. بقول لك ايه يا حسن، اتصل بريتال قول لها ان احنا وصلنا. بلاش دلوك، ده كل دماغي، خلينا لما نخلص. يا حبيبي تلاقيها قاعده على نار، دي مهما كان امها عايزه تطمن عليها. طالما ما اتصلتش يبقى مش عايزه تعرف حاجه الا بعد الحكم. يا حبيبي تلاقيها خايفه تتصل. تجلجل عليها قوي كده عمتي؟ ايوه امال ايه، ريتال دي حته مني، تغلط اديها فوق دماغها، لكن لو جلط قلبنا اللي يتوجع عليها. امال انت فاكر ايه يا حسن؟ ربنا يخليكي لينا. يلا يلا اتصل بيها، اتصل، بس لو هبت فيك ما تزعلش منها. ما تردش. طب كلم شمس بده. تردش هي كمان. طب شوية كده ونرجع نطمن عليها. هيا حسن، بكلمك بقالي كتير قوي، انت فين؟ قلقتني. ثانية واحدة وهبقى صادق. ايه يا حسن كل ده، اتأخرت قوي. أنا ما اتأخرتش ولا حاجة، وإن شاء الله الأمور هتمشي على خير. طب قول لي بقى أنت متوقع إيه؟ مش فاهم قصدك. لا فاهم قصدي كويس قوي. أنت عارف أنا قصدي إيه؟ يعني ممكن القاضي تتخيل يحكم بإيه؟ أنا إيش عرفني إيه اللي ممكن يحصل ورا الباب ده؟ لا ممكن تعرف، بس مش عايز تقول لي. صدقيني أنا لو أعرف أي حاجة مش هخبيها عليكي. يمكن خايف أزعل أو ردة فعلي ما تبقاش متوقعة. يا ست أنا عارف إن أنتِ محامية شاطرة وفاهمة في القانون كويس أوي، وأي حد هيقف ما بين إيد القاضي أكيد هياخد حقه، وبعدين أياً مكان الحكم اللي هيصدر يا شهد أكيد هيصدر بموضوعية شديدة جداً. أقول لك إيه؟ تعالي نشوف الرول أكبره إيه؟ يلا. ربنا يجيب العاجب سليمة. إن شاء الله خير. أنا قلبي مش مطمن. بقول لك يا عمتي ما تقوليش الكلام ده قدام زينب، ما تطرهاش. تعالي. يا مروان ما بقول لك أنت. ما تهدي يا عمتي. بحاول والله يا مروان، من ساعة ما طلعنا من البلد وأنا بقول لنفسي إنه كريمة هتروح معانا، لكن قلبي بيقول لي لا. مفيش حاجة في يدنا دلوقتي، لا أنا ولا أنت ولا حتى عزت كمان. هو عزت قال لك على حاجة وأنت مخبيها؟ ابدا والله. امال هو فين؟ انا لسه مكلمه، قال لي ان هو هني هو وشاهد. طب كلمه تاني، خليه يجي يقف معانا يطمنا. حاضر يا عمتي هكلمه تاني، بس انا عايزك دلوقتي تاخدي زينب في حضنك، هي محتاجه لك دلوقتي اكتر من اي وقت تاني. زينب قويه هترضى باللي ربنا يقسمه. انا اللي قلقانه عليها هي البت ريتال. انا عقلي مش مصدق انها ما جاتش معانا عشان تطمن على امها. هي قالت انها مش هتقدر تيجي، خايفه من الحكم. لا ريتال مش صغيره ولا ضعيفه، اكيد في دماغها حاجه. يا ريتني كنت على التجارها ولا جيت معاكم.
أنا مش مصدقة يعني إنها خايفة من الحكم ولا خايفة من المحكمة. أنا أكتر واحد عارف ريتال، يعني كنت أجيبها بالعافية؟ لا، أنا كل اللي بطلبه من ربنا يرحمنا برحمته، وكفاية اللي حصل. أمين يا رب العالمين. ريتال مش عايزة ترد. ما تقلقش يا حسن، أول ما تخلص الجلسة أنا هكلمها. مش مطمن. كلم شمس تروح لها. حاولت معاها هي كمان ما بتردش، مع اني قلت لها ما تسيبش التليفون. ربنا يجعلها بخير. بقول لك على حاجه، انا متاكد ان كريمه هتطلع معانا النهارده. وانت ايه اللي مخليك متاكد كده؟ انا بقول لك اصل العيله دي فيها عمودين لا يمكن يقعوا ابدا، كريمه وجبريه. يسمع منك ربنا يا حسن. اسمعي مني، أمي وأمك عاملين زي الصخر، مفيش حاجة تقدر تكسرهم. أنا كمان قاعدة بطمن نفسي زيك. لا، أنا عايزك تطمني على الآخر. زينة أنا عايزاكي. طبعاً إذنك يا حسن. فين عزت؟ مش مكلمه، هو مع شاهد. مش يجي يقف معانا؟ هيجي، المهم انت رايك ايه؟ مش مطمن، كلامه معايا امبارح ما ريحنيش، حاسس انه جال جنب الحكم. والله وانا كمان يا حسن. طب هنعمل ايه لو الحكم طلع مش زي ما احنا عايزين؟ انا خايف على زينب قوي. انا كمان قلقان قوي على ريتال. لما قالت انها مش جايه استغربت، حسيت انها عملت كده عشان حاسه ان كريمه مش هتطلع، مش عايزه تسمع الحكم بودانها. انا طول الليل ما نمتش عمال اطمن في زينب، بس انا قلبي مش مطمن. ازيك يا حسن؟ ازيك يا مدير؟ انت فين يا عزت؟ انا كنت بطمن بس على ترتيب القضيه. طمني. عايز الحق؟ انت ناطي انت عايز الحق وانا مش مطمن. القضيه صعبه قوي. ما احنا عارفين انها صعبه، ما احنا جايبينك ليها متر. أنا هحاول. لا، أنت لازم تبقى عارف إن إحنا سايبين مرات عمي أمانة في يدك. أنا مش حاسة إحنا ندخل معاكم القاعة. بقولك إيه يا عمتي؟ لو كده خليني أستنى هنا. مش هينفع يا زينة، ماما دلوقتي محتاجة تشوفنا كلنا حواليها. ما أنتِ مش راضية تقولي لنا أي حاجة تطمنينا بيها. عايزين أقول إيه طيب؟ قولي أي حاجة، إن شاء الله تكذبي بس فهمينا. بالراحة بالراحة يا زينة. شهد يعني في يدها إيه تعمله؟ في يدها إيه تعمله؟ ما هي محامية. بقولك إيه يا زينة؟ انا اعصابي خلاص على اخرها، اعصابي تعبانه، سيبيني دلوقتي. طالما اعصابك تعبانه يعني انت مخبيه علينا حاجه. يا بنتي هخبي عليكوا ايه بس؟ ما انا زي زيك اهو، واقفه ومش فاهمه اي حاجه، ولا عارفه ايه اللي هيحصل في الجلسه، ولا الحكم هيكون ايه.